مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، شكرا لزملائي على التواصل. وها هي انطلاقتنا السابعة تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه بعد أن تابعنا الشوط الماضي مع باروت الحمد بن سالم بن محمد لنيبي، ويضيف إنجاز إلى إنجازاته السابقة. ها هي انطلاقة البكاري هنا التي تسير بالتحديات وبالإثارة. نتابع معكم سويا هذا الانطلاق، نتابع هنا الفايز محمد بن حمد بن مصرح الحبابي من تنطلق على الصدارة، مذيار حميد بن محمد بن حمد بن حميد عويسي ثانيا، وعلى المركز الثالث من الجانب الآخر شعار بالجرين من ينطلق بهذه التحديات وبهذا الأداء المميز. وصلت اليمامة سالم بن حمداني بن سويدان العامري منطلقة بتحدياتها الجميلة والإثارة من الجانب الآخر. هناك تعابير عبد الله بن سالم بن سليمان الخروصي هي المنطلقة بهذه التحديات والإثارة. نبقى مشاهدين الكرام والأسامي القادمة، ولكن الصدارة مع اليمامة المسيطرة على زمام الأمور. سالم بن حمدان بن سويدان العامري على الصدارة على المقدمة، المركز الثاني مذيار حميد بن حمد بن حميد العويسي، ووصلت هنا لهايب عبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي من غيرت، قلنا أسامي قادمة غيرت لهايب على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. القدوم من الشاهينية سهيل بن رملي بن محمد العامري من تنطلق في هذه اللحظات على ثاني المراكز، المركز الثالث الفايز محمد بن حمد بن مصرح الحبابي، وهناك انجاد خليفة بن أحمد بن يمعة بن جبر السويدي من الجانب الآخر، كذلك الوصول من الظبي حمدان بن محمد بن سالم لقتبي، ولكن هنا الصدور مع لهايب عبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي هي المسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة الشاهينية بمعيتها السيل بن رملي بن محمد العامري. الوصول من شواهين مبارك بن سالم بن سيف بن عفرة المطيوعي من وصلت بهذه اللحظات وعينها على الصدور. يا سلام الله، التحديات قوية والأداء أقوى، الشاهينية على الصدارة على المقدمة مع الميتين متر الأخيرة السيل بن رملي بن محمد العامري. الله لهايب ثانيا، هناك عبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي، ووصلت هنا القادمة شواهين مبارك بن سالم بن سيف بن عفرة المطيوعي. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة الله، ولكن هنا الشاهينية هي الأقرب للفوز. تهانينا لسير بن رملي بن محمد العامري المركز الثاني، شواهين سالم مبارك بن سالم بن سيف بن عفرة المطيوعي المركز الثالث لهايب، وصلت عبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي والمركز الرابع. وصلت هناك شواهين سالم بن حمد بن القرين العامري والمركز الخامس. اتتنا الظبي حمدان بن محمد بن سالم اللي اجتبي. نعود مشاهدينا الكرام الى التوقيت الزمني ولحظة الوصول مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا بالانطلاقات وبالتحديات الجميلة. نعود الى التوقيت الزمني ولحظة وصول الثلاثية الجميلة بالانطلاق وبالاندفاع، ولكن الشاهينية هي الأقرب للفوز. والسلام لأهالي مدينة العين بدقيقتين 59 ثانية سبعا من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسهيل بن رملي بن محمد العامري، سلام مصانع الجنوب سلام. المركز الثاني شواهين قدمت عرض تشكر عليه المبارك بن سالم بن سيف بن عبد الله بن عفرة المطيوعي بدقيقتين 59 ثانية ثمانية من الأجزاء من الثانية. لهايب كذلك حلت ثالثا عبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي، شكرا علي بن سعيد الزرعي من قدمها بالانطلاق دقيقتين 59 ثانية تسعة من الأجزاء من الثانية توقيتها الزمني. تهانينا وناموس على هذا الأداء وهذه الثلاثية الجميلة التي انطلقت إلى خط النهاية معلنة الفوز ومعلنة الناموس. المركز الثالث هنا من وصلت مشاهدينا الكرام، هناك الانطلاقات والتحديات الجميلة